إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بالمسرات والطاعات والبركات إخواني وأخواتي في كل مكان من هذه الدنيا. أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع، هذه الحلقة 42 من هذا البرنامج المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفع به كل من سمعه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبدأ معكم بمتابعة تلاوتنا المقررة ونحن في سورة البقرة، ونقرأ برواية ورش عن نافع. افتحوا مصاحفكم على الآية 16 من هذه السورة ونبدأ مستعينين بالله تعالى. نعم المعنى متصل بما سبق، ولكن هكذا الحلقات لا نستطيع أن نراعي فيها المعاني مراعاة تامة في هذه السور الطويلة، ونحرص على ذلك إن شاء الله قدر الإمكان. نبدأ من الآية 16 على بركة الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا وإياكم من وقود النار وأن يكفينا وإياكم كل سوء ومكروه وأن يحرم جلودنا وبشرتنا على النار بفضله وكرمه. وفي هذه الصفحات في هذه الآيات التي قرأناها من هذه الصفحة المباركة معنا بعض الكلمات التي تحتاج إلى شيء من التنبيه نأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك ما مر معنا في الآية السادسة عشرة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت إلى آخره. بعض الناس عندما يأتي إلى هذه الآية يقف على مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وليس كذلك. أولا هذا المثال مضروب للمنافقين الوارد الكلام عنهم في الآيات السابقة، جاء الكلام عنهم في الآيات السابقة، وهؤلاء المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فإذا أتوا إلى المؤمنين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، بينما هذا الفعل المتذبذب مثله كمثل هؤلاء القوم، مثلهم فيه كمثل من استوقد نارا لها حال معينة وليس كمثل الذي استوقد نارا وانتهينا. ما علاقة من استوقد نارا في المثل بهؤلاء الذين يؤمنون ويكفرون ويؤمنون عند المؤمنين ويكفرون عند الكافرين؟ ما هو يعني مضرب المثل هنا؟ ما هو جامع المثل هنا؟ لا، ليس مجرد استيقاد النار، وإنما استيقاد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انتبهنا بارك الله فيكم. إذن هذه الآية الأولى عندنا مضرب المثل هنا لابد أن يتبين بهذه الطريقة، يعني عندما نقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لا نقف هنا، لا، تمام، فلا نقول كمثل الذي استوقد نارا ونقف، لا، لا نقف. لأن النار لما أضاءت، وهذا كأنه نور الإيمان، ذهب الله بنورهم وانطفأت النار عندما عادوا إلى قومهم الكافرين وكفروا بالله تعالى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما، إذن لا يوجد وقف على نارا. في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، عندنا في هذه الآية الكريمة تتالي ضمات وسكونات، يعني ضم ثم سكون ثم ضم ثم سكون ثم ضم ثم سكون، ما شاء الله يمكن ست مرات، فلا بد من ضم الشفتين، وانتبهوا إلى حركة شفتي، وأرجو تقريب الصورة على الشفتين من الأخ المخرج. يعني عندما نأتي بالحرف المضموم نضم الشفتين، فإذا كان هناك حرف ساكن نعود بالشفتين إلى الخلف، نعود بالشفتين إلى الخلف، فنقول صو في الحرف المضموم نضم الشفتين فنقول صو، ثم نعود بالشفتين إلى الميم صم بكم، فنضم الشفتين في الميم الثانية من صم، ولا ينبغي أن تبقى الشفتان مضمومتان في الحرف المشدد،
هذا غير صحيح. وإن قال به من قال من المعاصرين فهذا لا يدل على صوابه، بل هو خطأ محض. الحرف الساكن إذا كانت الشفتان مضمومتان فيه فهذا لا يصح أبدا. الحرف الساكن ساكن والمضموم مضموم. نعم، في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الإدغام هنا إدغام بغنة، فلا بد من عمل الخيشوم في هذه الواو، ظلمات ورعد وبرق. انتبهنا إلى هذا، بارك الله فيكم. يخطف أبصارهم كما تلاحظون في كلمة يخطف الطاء مفتوحة وليست مكسورة أو ما شابه، في بعض الناس ربما يقول يخطف وليس كذلك، يخطف بفتح الطاء، فانتبهوا إلى هذا. في قول الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، في كلمة فراشا عندنا ترقيق الراء، وذلك لأن الراء هنا مفتوحة وجاء قبلها حرف مكسور، فليتنبه إلى هذا. في بعد ذلك تقريبا يعني هذه هي الملاحظات، والآيات يعني سهلة وواضحة لا تحتاج إلى كثير من التنبيهات. ونحب أن ننتقل إلى درسنا في شرح الدرر اللوامع بإذن الله تعالى الآن، وبعد الدرس نحن مستعدون لاستقبال اتصالاتكم وعرض المشاركات التي عندنا من مشاركات الواتساب. واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في صلب أبيات الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام ابن بري رحمه الله بدأ هذه المنظومة المباركة بقوله الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد. في هذين البيتين قول الناظم رحمه الله الحمد لله الذي أورثنا، بدأ الناظم رحمه الله بحمد الله، وكل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو فهو أقطع أو فهو أجذم، يعني بركته زائلة، مقطوع البركة. هذا معنى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فالحمد لله بركة يبارك الله تعالى بها في العمل وينفع الله تعالى بها بهذا العمل، فلذلك حمد الناظم ربه تبارك وتعالى. والحمد كما يعرفه أهل الحدود يقولون الثناء باللسان. إذن الحمد لا يكون بالقلب، القلب لا يسمى فعله حمدا، إنما يكون عمل اللسان وهو أعم من المدح والشكر. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. ما معنى الجميل الاختياري؟ الجميل كل من أسدى إليك جميلا ومعروفا فإحمده واشكره له. جميل الاختياري معناه الذي يفعله الفاعل باختياره. طيب أوضح لكم، يعني لو كان هناك إنسان جميل الصورة شكله حسن جدا، هل هذا باختياره أم هو قهري هو جبل عليه؟ هل الإنسان هو الذي يجمل صورته ويجعل حاجبه كذا وعينه كذا وابتسامته كذا وخديه كذا؟ هل الإنسان هو الذي يفعل ذلك؟ لا طبعا، إنما هو اختيار، إنما هو قهر، هو قهر على هذا وجبل عليه ليس باختياره. فلا يصلح أن يقول إنسان أنا أحمده على جماله مثلا، أنا أحمده على طوله. هل هو الذي طول نفسه؟ هل هو الذي جعل نفسه طويلا أو جميلا أو قصيرا أو شيء من هذا القبيل؟ إنما الاختيار الشيء الذي يفعله من المعروف باختياره هو ما يسمى الجميل الاختياري. فيكون الحمد له على جهة التعظيم والتبجيل. ما معنى على جهة التعظيم والتبجيل أيها الأكارم؟ يعني أنه يحمده مكرما له معظما مبجلا، وليس على جهة القهر مثلا أو على جهة الجميل كما يحمد الناس رؤساءهم في العمل أو كما يحمدون رؤساءهم في المحافظات أو رؤساء الدول أو ما إلى ذلك. هذا ليس حمدا، هذا ليس حمدا، إنما هو على سبيل المجاملة، وقد يكون
حقيقة، فإذا فعل على جهة التبجيل والتكريم فهو الحمد، والله عز وجل مستحق لجميع المحامد والثناءات على أحسن ما يكون سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. أنبه إلى أمر هنا، هل المعنى اكتمل عند قول الناظم الحمد لله الذي أورثنا، أم المعنى اكتمل عند قوله أورثنا كتابه؟ المعنى لا يلزم أن يتعلق بتمام البيت. أنا أوضح لكم، هذا الذي لونته أو ألونه لكم الآن باللون الأزرق، نجعله عريضا أحسن، الذي ألونه لكم الآن باللون الأزرق هذا كله يسمى بيتا، هذا كله اسمه بيت، بينما هذا الذي ألونه باللون الأصفر يسمى شطرا، يسمى شطرا، هذا شطر وهذا شطر، إذن البيت له شطران، شطر أول وشطر ثاني، إذن هذا الأزرق يسمى بيت، البيت مكون من شطرين، الشطر نصف البيت يسمى شطرا، تمام، والشطر الأول يسمونه صدر البيت، والشطر الثاني يسمونه عجز البيت. طيب، إذن هل يلزم أن يكون المعنى مكتملا عند كل شطر؟ لا يلزم. طيب، عندما نقرأ البيت قراءة شعرية نقف على رأس الشطر، لا بد من ذلك، نراعي الوزن فقط، لا يلزم أبدا مراعاة المعنى، فنقول عندما نقرأ الأبيات قراءة شعرية الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد، بهذه الطريقة. أما إذا كنا نريد أن نفهم الأبيات فإن رأس البيت ورأس الشطر لا يدل أبدا على تمام المعنى، فهنا المعنى اكتمل في قوله الحمد لله الذي أورثنا كتابه، هنا اكتمل المعنى، هنا اكتمل الإيه؟ المعنى. طيب، ما معنى أورثنا كتابه؟ هذا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا كتابه، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، انظروا إلى قوله تعالى أورثنا الكتاب، يتضح لكم هذا الأمر، أورثنا الكتاب. وعلمه علمنا، علم الكتاب يعني علمنا علم الكتاب، ليس فقط أكرمنا الله تعالى بنص القرآن بل ورزقنا من علمه وفهمه، وهو ما يتعلق بهذا القرآن من العلوم، ومن هذه العلوم أصول القراءة وحسن الأداء والتجويد والقراءات وما إلى ذلك، وهذا من الناظم يسمى براعة استهلال، يعني هو استهل قصيدته بعمل يدل على شرف ما هو مقدم عليه وهو علم القرآن الكريم، ولا شك أن يعني شرف العلم بشرف المعلوم كما سيأتينا. حمدا يدوم بدوام الأبد، ما هو الأبد؟ الأبد هو المستقبل الذي لا نهاية له، لا نهاية للمستقبل، المستقبل الذي لا ينتهي يسمى الأبد، كما أن البداية التي ليس لها يعني المبدأ الذي ليس له بدء محدد يسمى الأزل، الأزل والأبد، فالأبد هو حمدا يدوم بدوام الأبد، الأبد يعني دواما لا نهاية له، لا ينتهي الثناء على الله عز وجل ولا يتوقف، حمدا يدوم بدوام الأبد. ثم صلاته على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى هي الثناء عليه عند الملائكة، والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة تكريمته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشرف الباذخ الذي شرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هو أكرم وسيد ولد آدم، أكرم خلق الله على الله وسيد ولد آدم على الإطلاق، صلوات الله وتسليماته عليه ما تعاقب الليل والنهار أبد الآباد. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله في البيت الثالث والرابع: أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة.
أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. ويجوز أن يقرأ البيت أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم من بعث. أكرم من بعث يعني هو أشرف من أرسل. أكرم هنا المراد بها الشرف، والبعث هو الإرسال. وبعث في المدائن حاشرين، وفي موضع آخر وأرسل في المدائن حاشرين. نعم، من هم الأنام؟ الأنام يعني الخليقة، الخلق الذين خلقهم الله. أشرف من أرسل إلى الخليقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يوجد في الدنيا ما سبق أن أرسل الله عز وجل أشرف من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال وخير من قد قام بالمقام، أو وخير من قد قام بالمقام، وهو لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من طاف بالبيت الحرام، وأفضل من سعى، وأفضل من قام بمقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا معنى من قد قام بالمقام، هذا هو شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أشرف أمته فقط، بل هو أشرف الأنبياء على الإطلاق، وسيد ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وبارك. والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من شأن علماء هذه الأمة، ومن أعظم أعمال المسلم التي يفعلها، والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشريفه وتعظيمه وتكريمه وتوقيره، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم حقه صلى الله عليه وسلم على حق كل أحد من البشر، هذا هو قدره عليه الصلاة والسلام. وحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون الحب، حتى إن الإنسان ليحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحب أباه وأمه، وأعظم مما يحب ولده وابنته وأهله. يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا مطلقا لا يأخذه بشر من الناس أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بختم الوحي والنبوءة. ختم الوحي، الختم هو الطبع، وذلك أن النبوة قد طبعت فلا تفتح لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انقطع الوحي، وبقيت المبشرات، المبشرات الرؤيا الصالحة للمؤمن ونحو ذلك، ختم الوحي. وكذلك هو كماله ونهايته، فلا يوجد وحي إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بختم الوحي والنبوءة، لا وحي ولا نبوة. والنبوءة بالهمزة، هكذا قراءة نافع، وهذا من بديع صنع الناظم رحمه الله. النبوءة مأخوذة من النبأ، والنبأ هو الخبر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، أو هو نبيء لأنه منبئ عن الله، يعني مخبر عن الله تبارك وتعالى. من المخبرين؟ من هم المخبرون في بهذه النبوءة؟ هم هذه الأمة، خير الأمم. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه كرمت تكريما لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكرم النبي صلى الله عليه وسلم لشرف ما نزل عليه، وهو أشرف الكلام على الإطلاق، كلام رب البريات جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا لخير مرسل البريئة هو إشارة لخير أمة من البريئة، هي هذا البيت إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعد ذلك يقول رحمه الله صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. فهذه مزيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوكيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كرر العبد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى الله تعالى عليه بصلاته عشرا عشرا، بكل صلاة يصليها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله تعالى عليه بها عشرا. وإذا قبلت للعبد صلاة واحدة فرحمه الله بها كان ذلك يعني سعادة الدارين، بارك الله فيكم. صلى عليه ربنا وسلم وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهله وعشيرته الأدنون،
آله عليه الصلاة والسلام المقربون أصحاب الكساء، وكذلك أعمامه من المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأبناؤهم، هذه هؤلاء الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء هذا المعنى الأساسي للآل. ويقال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفظ يطلق ويراد به جميع أمته، وهذا خير عظيم وبركة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحن آله، فيكون هذا دعاء شاملا لجميع المؤمنين من أمته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء آله وصحبه، ما هم من هم صحبه؟ وآله وصحبه تكرما، وصحبه يعني الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على الإسلام من غير أن يتخلل ذلك ردة. وهناك تعريفات للصحابة بحسب الفنون والعلوم، لكن هذا التعريف يكفينا إن شاء الله. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي، ولم يقول نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون الصحابي الذي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفيف البصر، فهل يطلق عليه الصحابي أو لا؟ يطلق طبعا. مؤمنا به يعني لا يكون مؤمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا به في وقت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، حتى الذين كانوا في حجة الوداع صحابة، مؤمنا به ومات على الإسلام من غير أن يتخلل ذلك ردة، لأن بعض الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد ذلك، وبعضهم عاد وبعضهم لم يعد، فهذا لا يطلق عليه لقب الصحابي. إذن هذا معنى قوله وآله وصحبه تكرما تفضلا من الله تبارك وتعالى. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان. طبعا كيف لا، والقرآن هو أشرف الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، كفضل الله تعالى على خلقه. وهل هناك مقارنة بين الخالق والمخلوق؟ أيا كان المخلوق شريفا وعظيما فلا يوجد وجه للمقارنة بين الخالق والمخلوق. نعم، فلذلك العلوم المتعلقة بالقرآن هي أشرف العلوم، كعلم التلاوة وعلم التفسير ورسم القرآن وإعرابه وبلاغة القرآن من بيان وبديع ومعاني وما إلى ذلك. فشرف الإنسان بعلمه ومعرفته، وشرف العلم بما ينتسب إليه، وأشرف العلوم ما انتسب إلى كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه، يعني أن كتاب الله عز وجل خير ما تعلمه الإنسان وخير ما علمه. طبعا بدأ بالتعليم وأخر العلم، مع أن الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث بدأ بالتعلم ثم بالتعليم، وكذلك الإنسان يقرأ القرآن يتعلمه ثم يعلمه. فهذا معنى قول الناظم وخير ما علمه وعلمه، هو إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما ترون على الشاشة. واستعمل الفكر له وفهمه، استعمل الفكر يعني أعمل عقله في فهمه والتفكر فيه وتدبره في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، لا شك أن هذا من أعظم الأمور، وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة، وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، كذلك نقرأها بسكون الهاء، لا نقول أن المهرة في علمه، لا، أن المهرة في علمه. في الشعر الوقف كالوصل، لا فرق بينهما، في الشطر الوصل كالوقف. وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. جميل، وهم الملائكة المقربون. وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع. هذا وجاء عن نبينا الأواهي، الأواه هو الكثير التأوه من الخوف من الله والحزن على حال النفس وما إلى ذلك. حملة القرآن أهل الله، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، لأنه كلامه المرفع، لأن هؤلاء أهل الله لأنهم أهل كلامه، وكلام الله هو أرفع الكلام، فهم أحسن من انتسب إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا أهل الله وخاصته. وجاء فيه شافع مشفع،
يعني هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بشرح هذه الأبيات لانتهاء الوقت المتاح، وأيضا لنعطيكم مجالا لاستماع تلاواتكم، ونأخذ فاصلا إن شاء الله ثم نستقبل تلاواتكم، فحياكم الله. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، ونعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معكم بقية هذه الحلقة. حياكم الله، من شاء أن يتصل الآن لعرض تلاوته أهلا وسهلا، وما كذلك من شاء أن يعني يرسل أسئلته أو يتصل ليسأل أو ما شابه ذلك، الجميع حياه الله. ونعرض أيضا ما عندنا من مشاركات على الواتساب، وأنبه إلى أن رقم الواتساب قد تغير، ليس هو الرقم المعروف والسائد الذي كان في الحلقات الماضية، وها هو الرقم يعلن أمامكم على الشاشة، فاكتبوه وانشروه لمن شاء أن يرسل تلاوته وتعذر عليه الاتصال. وحيا الله الجميع. وإن كان عندنا مشاركات واتساب فيمكن أن نبدأ بعرضها أيها الإخوة الأكارم. طيب، أيضا مما أحب أن أنبه إليه أن تكون مشاركات الواتساب يعني قصيرة، بارك الله فيكم، يعني لا تكون طويلة، محدودة، دقيقة ونصف كافية جدا،
وأيضا حاولوا أن تكون في بيئة هادئة، لا يكون هناك إزعاج حولكم حتى لا يكون عندنا يعني تشويش في الملف المرسل فلا نستطيع أن نعرضه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نأخذ هذا الاتصال من رحمة من الجزائر وأخيها يوسف. السلام عليكم يا رحمة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا يا بنتي، حياك الله يا أستاذي. الله يحييك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حسبك يا رحمة، بارك الله فيك يا بنية. ونسمع يوسف أيضا. الله العظيم. يوسف، أهلا يا يوسف، أهلا وسهلا يا بني. حياك الله يا أستاذ، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا يوسف، جزاك الله خيرا، شكرا على هذه المكالمة ووفقكم الله. معنا رواسي من ليبيا، السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام يا صيح. يا مرحبا، تفضلي يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك. إن شانئك هو الأبتر. طيب شكرا يا رواسي. يعني رواسي لم تستطع الاستماع إلينا في هذه المكالمة، لكن انتبهي يا بني لي إنا أعطيناك، لا تقولي إن أعطيناك، إنا أعطيناك، بارك الله فيك. نأخذ مشاركة من مشاركات الواتساب.
قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أبو عبد الملك من مصر، بارك الله فيك، شكرا على هذه المشاركة. حرف السين وحرف الزاي أجد أن فيهما خطأ، في أو حروف الصفير عموما فيها خطأ، في صوت مختلف عن الطبيعي، لا أدري ما هو، يعني كأن فيها رائحة من حرف الثاء، حرف تقول ثين ثينة ذاي، هذا غير صحيح، لا تحاول استعمال طرف اللسان ليسد الفتحة الموجودة بين الأسنان، طبعا لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بتمرن وتمرس ومجاهدة حتى تضبطه، لكن تستطيع بإذن الله فعل ذلك ما لم يكن هناك عيب يعني في الأسنان أو شيء خلقي. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ري هذه إمالة، وورش لا يقل لا يميل وإنما يقلل، وزر أخرى وزر أخرى بهذه الطريقة، والباقي لا بأس به إن شاء الله، بارك الله فيك وأحسن إليك. معنا مشاركة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبو محمد، بارك الله فيك أخي الكريم من المغرب، وحياك الله وحيا أهل المغرب وأهل ليبيا وأهل مصر، جميع من تواصل معنا ومن سيتواصل. هل يريكم، هذه إمالة، هل يراكم، هذا فتح الراء، نعم أنت رققتها لكن لم تقلل، هل يراكم، هل يرى راء وليس را را، جميل، هذا هو الترقيق الذي تلقيناه والذي أخذناه عن ساداتنا ومشايخنا، فانتبه لهذا، هل يراكم بهذه الطريقة، أحسنت يا أخي الكريم. نأخذ اتصالا من الطفلة آلاء من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم.
آلاء معنا. السلام عليكم. طيب لا بأس، حاولي أن تعيدي الاتصال مرة أخرى. نأخذ المشاركة التالية من مشاركات واتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. عبد الرحمن الفاضلي بارك الله فيك، شكرا على هذه المشاركة الجميلة والتلاوة المتقنة، وتنبه معي إلى ملاحظات دقيقة كدقتك ما شاء الله. في قوله تعالى ملك يوم الدين، وكذلك نستعين، المستقيم، هذه الياء فيها شيء من الغنة مصاحب لها يخرج معك، لا ينبغي أن يأتي في هذه الياءات. ملك يوم الدين. وفي كلمة المغضوب رقق الميم، نعم أنت ترققها ما شاء الله، لكنك تبالغ في الترقيق فتقول غير المغضوب، هذا غير صحيح، المغضوب. في ولا الضاء، ما الفرق بين إذ وبين بسم؟ هذه السين حرف رخو، إذ حرف رخو كذلك، ولض هذا حرف رخو كذلك، لا تجعل الضاد أطول زمنا من هذه الحروف، انتبهنا، ولض وليس ولض، أنت تسكت هنا، ولضالين، انتبه لهذا جزاك الله خير. معنا آلاء مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاء ما حوله. يا آلاء لا تتنفسي في أثناء الكلمات، يعني لا تقولي مثلهم كمثل استوقد نار، ما سمعنا كلمة كمثل الذي استوقد، ما سمعنا هذا بسبب أنك أخذت نفسا. خذي نفس عميق قبل التلاوة وابدأي يا بنتي، لما ينتهي نفسك قفي في أي كلمة، ما في مشكلة. مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما ضاء ما حوله ذهب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق تجعلون أصابعهم في آذانهم من يصرخ الموت والله لا بأس والله محيط بالكافرين. يا أم آلاء
انتبهي لابنتك بارك الله فيك في هذا الجانب، جانب الأخذ أخذ النفس في وسط الكلام. هذا نعم أعلم أنها صغيرة السن وأنها أيضا على الهواء مباشرة وهناك توتر وكل هذا، لكن بالهدوء والتريث حاولي أن تدربيها على هذا الأمر بحيث لا يكون هناك عندها حالة تنفس في أثناء الكلمات، فهذا من الأخطاء الخطيرة، وإذا لم تتدرب عليها من الآن تكبر وهي تفعل هذا، ربما تصير امرأة ما شاء الله كبيرة وهي تتنفس في التلاوة لأنها لم تتعود من صغرها على هذا الأمر. لا تقلقوا، ليس خطيرا ولكنه أيضا ليس صغيرا. نأخذ المشاركة الجديدة للواتساب، مشاركة عبد العزيز من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. أخي عبد العزيز الشافعي من المغرب، انتبه في إنما هو، إنما هو إله واحد. لا، ليه إنما؟ هذا المط ما فائدته؟ إن وليس إن. إن انتبه، أنا أزيد لك حتى تتبين ما هي نقطة الإشكال. إن من همزة إلى نون مباشرة ولا تجعل هناك مطة بينهما. واصبا، لماذا فخمت الواو هكذا ما شاء الله؟ وا رقق الواو. واصبا هذا فقط هو ما أحب أن أنبهك إليه بارك الله فيك. طيب، نأخذ اتصالا من الطفلة وصال من الجزائر. السلام عليكم. اليوم ما شاء الله عندنا وفرة في اتصالات الأطفال، الآباء والأمهات تكاسلوا عن الاتصال اليوم. السلام عليكم. انقطع الاتصال مع ابنتنا وصال، لا بأس، واصلين مرة أخرى ونأخذ هذه المشاركة من مشاركات الواتساب، نستمع إليها. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الأزمنة يا أخ عبد الملك من ليبيا، الأزمنة عندك يعني ليست منضبطة بسبب يعني أنت تقرأ بأنغام والأنغام لست مجيدا لها جيدا، فأنت أحيانا تكون بطيئا وأحيانا سريعا، تحاول أن تأتي بنغمة جميلة فتمد الحرف أكثر من زمن الألفات مثلا أو حروف المد، هذا كله غير صحيح.
فاقرأ بارك الله فيك، أرسل لنا رسالة يعني مشاركة أخرى على الرقم الجديد، أرسل لنا مشاركة أخرى ونريد أن نستمع منك إلى تلاوة منضبطة حتى نستطيع أن نعلق عليها. أما يعني هذه التلاوة فلا نستطيع أن نقول لك إلا ما شاء الله أحسنت في صوتك ولكنك لم تحسن في تطبيق أحكامك. نأخذ مشاركة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أخ مهدي من العراق بارك الله فيك، انتبه إلى ملاحظة مهمة حقيقة، مهمة جدا جدا وأسمعها من كثير من الناس، وهي حذف بعض حروف المد في أثناء التلاوة. وأنا في الحقيقة لا أدري ما سبب هذا، لكن يقع من كثير من الناس. أنت قرأت فقلت لهما في السماوات، لهما في السماوات، لهما في السماوات، أين الواو؟ له، هذه الواو، لهما في السماوات وما في الأرض، وكذلك فعلتها في ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده، هذه الواو التي بعد الهاء هو، هذه أيضا نسيتها، فتنبه لهذا بارك الله فيك. نأخذ مشاركة أخرى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم الله من أولياء ثم لا تنصرون. ممتاز، ممتاز جدا ما شاء الله، ما في ملاحظة على هذا المقطع القصير الحسن الجميل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يبارك لك أخي الكريم هشام العبودي من المغرب. أشكر الجميع، جميع من شارك معنا في هذه الحلقة على هذه المشاركات، سواء كانت بالاتصالات أو كانت برسائل الواتساب، ويسعدنا تلقي المزيد من مشاركاتكم في جميع الأوقات، حياكم الله، نسعد بكم في أي وقت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. استمعوا إلى شرح الدرر اللوامع، نحن في أول السلسلة، لا تفوتوها، فإن فيها إن شاء الله نفعا وبركة، وهو من أنفع المتون التي ينتفع بها أهل البلاد المغاربية عموما. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً.